أستاذ كريم عرفات، بنرحب بيك وشكرا لوجودك معانا في منطقة الثقافة الرقمية. وفي البداية عايزين نعرف، بما أنك مؤسس موقع واتبت الشهير موقع اجتماعي، عايزين نعرف إزاي ولدت الفكرة بما أنك مؤسس الموقع والصعوبات اللي واجهتها لغاية ما الموقع ده طلع أونلاين واتنشر للناس. أوكي، إحنا بدأنا قبل سنتين. الفكرة كانت إنه عم شوف قبل ما يصير تويتر هايب اللي حصل، الموجة الهايب اللي طلع لتويتر، كنا عم نتفرج على ايش عم بيصير بالسوشيال ميديا، وحكينا اوكي كان في عندنا علاقات شوي منيحه مع الموبايل اوبريتورز، حكينا اتس ا جود ايديا انه تو بوش سمثينج هيك برودكت زي وات ويت مايكرو بلوجينج. ويعني صعوبات تكنيكال ما كان في، بس اتصور بعد ما احنا اطلقنا الخدمه في الاردن، عمليه توسيع الخدمه لتشمل مشغلي موبايل بالمنطقه كان هذا اصعب شيء. تقبل الشركات الموبايل لفكره انه ينبعث فري اس ام اس، وهذا ما كان يعني بالشكل اللي احنا كنا بدنا اياه يصير. كان تقبل هيك شوي ضعيف، وكمان لانه بتنافس مع خدمات مدفوعه عم تقدمها هاي الشركات. وبلشنا تقريبا اخذ اسبوعين ثلاثه يتبرمج الموقع من ناحيه الباك اند. طبعا باخذ شويه اكثر وقت من ناحيه نفهم اليوزابيليتي ونعمل ديزاين. هاي اخذت بروسس، يعني اطلقنا هيك بيتا وبيتا بابليك، بعدين بعد 6 شهور قعدنا تصميم الموقع ليكون اكثر يوزبل او اكثر سهوله في الاستخدام بالنسبه للمستخدمين اللي عندنا. صعوبات اخرى، يعني يمكن في توعيه الناس لموضوع المايكرو بلوجينج. بيبدا الاول انه في خلط بين المايكرو بلوجينج والدردشات. فبيبدوا الناس اوكي يحكوا مع بعض، بيقولوا مثلا انت ادخل على يعني ادخل على النتورك تاعي وحبعت لك مسج وكذا. فبصير الفكره انه ويب تو اس ام اس او دردشات قبل ما يخطر بالهم انه المايكرو بلوجينج كعمليه انه تحديث لحالتك، اللي هو يعني مثلا ايش عم بعمل، شو عم بيصير اخبار. وهاي كانت كثير صعبه تتوصل للناس، وما زالت يعني. هي طبعا بالاول اخذنا الايرلي ادابترز، فكان الايرلي ادابترز فهموا شوي اسرع، بس طبعا هلا ندفع وتوت للماسز او لعامه الناس، هذا اللي حيكون فيه صعوبه يعني. اوكي، حضرتك اتكلمت على لما جيت تشرح السوق، لقيت انه في عدد مختلف من يعني مستويات الثقافه الرقميه عند الناس. قد ايه ده مثل ليك تحدي وقت ما طلعت الموقع؟ اوكي، هو بالاول يعني بدينا الموقع ما كنا فكرنا اوكي هاي اداه نحطها في السوق والناس هي لحالها حتفهم ايه اللي بيحصل، وبالتالي حتتفاعل معها، وانه عمليه خلق الوعي ما كان شيء ضروري. هلا اكتشفنا انه لا، في عندنا شرائح في السوق، طبعا التك سافي، الايرلي ادوبترز، او اللي يعني اللي بتبنوا التكنولوجيا بشكل اول باول، هم كانوا بسرعه يفهموا الكونسبت. لقدام صار في طبعا انه عمليا احنا خسرنا كمان جزء كبير من المستخدمين الاوائل لتويتر، اللي هو بدا يدخل الهايب طبعا. ف هلا لما بنطرح للخدمه لشرائح اكبر، طبعا هون في عندنا صعوبه ب يعني تفهيم المفهوم تبع المايكرو بلوجينج. اوكي، اعتقد انه كموقع اجتماعي، هل يكفي اعتماده على التدوين المصغر كخاصيه اساسيه في الموقع، ولا لازم يكون في خواص اخرى يعني يعتمد عليها الموقع؟ انا باعتقادي التدوين المصغر كافي جدا، ما دام لانه اللي عم نتفرج عم نشوف يعني اللي عم بيحصل في العالم، انه فعلا التدوين المصغر من خلال 140 حرف عم الناس عم تحكي كثير. كمان هي
140 حرف مع انها هي مقيده، ولكن اذا ما بتقدر تحطها في 140 حرف يعني زي ما بيقولوا يعني، اذا بالتالي هي يعني غير مؤهله للنشر يعني او للمعرفه او المشاركه بين الناس. هلا باعتقادي انه كافي جدا 140 حرف والتدوين مصغر، حياخد اشكال جديده، حياخد اشكال مثل انه الناس تسمع الاخبار عنه، تسمع الاخبار او تعمل عمليه قراءه للاخبار عن طريق التدوين المصغر. كمان الاخبار الاصحاب، مشاركه الوصلات لمواقع اخرى مهمه او مثيره يعني للناس. اعتقد كمان الناس عندها وقت اقل كل يوم، فبالتالي 140 حرف هو يعني كثير مناسب للواحد يقدر يقرا شو عم بيصير في العالم. هذا لا يعني انه يعني التدوين بشكله التقليدي لازم يروح او كذا، بس اعتقد انه الواحد بيقدر يعمل مجتمع مبني على التدوين المصغر ويكون كافي من غير ما يضيف كثير مميزات على الخدمه. اوكي، اثناء حديثك النهارده في المؤتمر اتكلمت على المجهودات اللي بيعملها واتويت للمناطق اللي هي اقل قدره ماديه، وجهودكم انه بتتوجهوا لهؤلاء الناس وتعرفوهم يعني ايه التدوين، فيا ريت تقول لنا عن الموضوع ده. الواقع هذا الجهد يمكن محصور فقط في الاردن كوننا احنا موجودين في الاردن، بس اللي بنعمله كمان نطلع على المناطق الاقل حظا في عمان، او اللي المجتمعات يعني الموجود فيها مش كثير، او يعني نحكي فقيره شوي، مش متعرضه كثير للديجيتال ميديا او للتدوين، للتدوين المصغر، مشاركه الصور والفيديو. الفكرة انه في عندك في الاردن هاي الطبقة اللي ما بتعرف عن هاي الشغلات، وفي الطبقة الثانية اللي كثير منخرطة في الديجيتال ميديا او السوشيال ميديا، واللي موجودين بالسوشيال ميديا اوريدي كمان هم المسؤولين. فبهمنا كان انه نوصل المجتمعات الاقل حظا في عمان عشان يوصلوا صوتهم للمسؤولين. فبنعلمهم على التدوين المصغر، استخدام مش بس واتويت بس كمان تويتر، استخدام فيسبوك، استخدام يوتيوب واكبس كمان موقعنا الخاص بالصور والفيديو. بنعلمهم على كل هاي الادوات، وفعلا هم بلاقوا نتيجه انه عم بيطرحوا مشاكلهم بشكل جديد، عم بيطرحوا حياتهم بشكل جديد، وهذه الصوره بتصير اوضح لبقيه الافراد المجتمع اللي في عمان او في طبعا كل الاردن. فهاي وهذا يعني حتى يمكن شوي يعني في نوع من الطبقيه تتلاشى امام هاي الصوره الاوضح لايش عم بيصير بكل منطقه في عمان. اوكي، بخبره حضرتك ايه هي نوعيه الاخبار اللي الناس بتبقى عايزه تتكلم فيها مش بس تتابعها، يعني تدلي برايها فيها؟ هو يعني في كثير مواضيع دائما مطروحه، هي الناس بحبوا يصفحوا بعض مثلا، بحبوا يحكوا عن الجو كثير، في حالات انقطاع الكهرباء بحبوا كثير يحكوا فيها. هاي الجوانب الخفيفه من الاخبار اللي بيتم تبادلها على واتويت، بس في شغلات مثل الاخبار اللي بتتناقلها وسائل الاعلام. في عندنا كثير جرايد وكم محطه تلفزيونيه واذاعيه بنشر اخبار، وهم على فكره ادرى في اللي بيحرك مشاعر الناس. فهم عم بيطرحوا مثلا يمكن يكون فضائح، ممكن يكون في قضايا فساد، ممكن يكون اخبار بتهم المجتمع بشكل واسع مثل علامات النتائج الثانويه. هاي الشغلات يعني حاليا هيك هي اهم الاخبار بتنقلوها. الناس بتحب كمان
إذا شافت إشي على الإنترنت موقع آخر يحطوا يكتبوا إن هذا مثلاً شوف هذا الموقع وكذا ويحطوا الرابط. كمان شغلات الآيباد كان له جداً كمان هيك صار في تبادل جيد على الآيباد. الإشي الثاني في أن هي بدأت أكثر بتويتر بس هي بتبين عنا لأنه كتير ناس بربطوا الحسابات بتويتر عنا كمان بواتويت. فاللي بدأ أنه عملية أكثر 50 شيء تحبه في عمان أو في الأردن. فبصيروا الناس يكتبوا إيش هم بيحبوا وكلها يعني جداً بكون ظواهر عمانية جداً يعني أو ظواهر عربية جداً هيك بحتة يعني وعادةً يعني فما اللي بكون عايش يا هناك أو في الوطن العربي فهاي very interesting حضرتك قلت لي إنكم فريق مكون من اثنين فقط برغم كده الموقع قدر يعني يثبت نفسه على الساحة لكن أنا عارف حضرتك دائما بتسأل السؤال الفرق بينكم بين تويتر دائما بتحط في مقارنة فإيه وجه يعني اليونيكنس في واتويت؟ أوكي هلا في شغلتين بواتويت عندنا قابلية إنه استقبال الرسائل التحديثات اللي من الناس اللي بتتابعهم على واتويت عن طريق الرسائل القصيرة على الموبايل. هلا بنغطي احنا 6 دول، الأردن بدأنا في أول إشي، بعدين فلسطين، لبنان، السعودية، مصر، والإمارات. ما نسيت إشي. أوكي، فبيسكلي هدول الدول بيقدروا يستقبلوا التحديثات اللي مثل مثلا لو عم بتابعوا قنوات فضائية على الـ على على واتويت أخبار هاي القنوات توصلهم على 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 الموبايل أخبار أصحابهم أخبار الجرائد ممكن تابعوها أي حدا عم يتابع واتويت بيقدر يوصلهم إياه على الموبايل وهي بنلاقيها كتير قوية لأنه بالوطن العربي يعني ما زال ال 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 البرودباند بنتريشن كتير قليل والموبايل بنتريشن أعلى فأتصور هذا الإشي الأول. الشغلة الثانية إنه إحنا هلا عم نحاول نركز على الشرائح شوي أكبر من تويتر من ناحية مين التارجت ماركت تبعنا. فعم نوصل عم نحاول نوصل للماس ماركت وهذا حيكون يعني جزء كتير كبير من شغلنا خلال السنة هاي السنة إنه نقدر نوصل أكثر وأكثر لشرائح الأكبر وبتصور بتويتر حيكون يعني هم حيقدروا ياخذوا أكثر التك سافي والإيرلي أدابترز بس هذا الجانب. الجانب الآخر إنه نعتقد إنه مجرد ما إحنا نوصل للشرائح الأكبر من المجتمع فبتصور أنه حيكون في طبيعة الحوار حيكون مختلف وهذا يعني شوف بالآخر لا يعني أنه يعني مثلا اليوم المستخدم الموجود على واتويت لو كتب تحديث وصل كمان لتويتر لحسابه في تويتر أو في حسابه في فيسبوك لا يعني أنه في عملية يعني دايركت كومبيتيشن أو عملية تنشن كتير قوي لا بس إنه أتصور إنه بدنا بالآخر نكون الحوار اللي موجود عندنا بيعكس أكثر طبيعة الوطن العربي وطبيعة الناس اللي أو فئات أكبر من المجتمع وحواراتهم ف حضرتك تفتكر إن في يوم من الأيام الناس هتمل من التدوين الطويل وتعتمد فقط على تدوين ال 140 حرف؟ أنا باعتقاد التدوين الطويل من أهم الأشياء اللي حصلت يعني وما زال هو يعني في كتير مدونات أنا بتابعها لأنه فعلاً هي يعني بتشكل بديل عن الصحافة التقليدية أو عن الإعلام التقليدي التدوين الطويل حيضل مستمر يعني ومفروض ان يكونوا اثنين بشكل موازي يمشوا مع بعض التدوين المصغر والتدوين الطويل او التدوين التقليدي يعني فالتدوين بحد ذاته كمان يعني
وصل معلومات اكثر من ممكن بالتدوين المصغر، بس بضل التدوين المصغر وحيكون الآلية السريعة والخفيفة للناس انه تستهلك معلومات بسرعة، تشوف ايش هو الاشي اللي بهمها واللي ما بهمها، تشوف اذا تقرأ هاي التدوينة او مقال في هاي التدوينة ولا ما تقرأ. يعني بيبدأ، يعني حيكون عملية الوصول للتدوين الطويل هو بداية من تدوين مصغر. اوكي. كعملية يعني وصول الناس والزوار يعني. حتى الصحف فلا يعني انه برضو الاخبار بتبعتها مجرد ما تشوف الناس بتشوف مثلا 5-6 اخبار جاي من صحيفة بنقوا هم ايش الاشي اللي بهمهم. ف حيكون هذا عم بيستبدل التصفح اللي بروح على صفحة الجريدة، بعدين بروح على باب معين من موقع الجريدة عشان يقرأ خبر معين. بضل التدوين مصغر بعد عملية الميكانيزم تبعه أكثر يعني بوش من يعني إنه بدفع المعلومة لقدام بوجه ال 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 القارئ أو مستخدم أكثر من التدوين التقليدي. السؤال الأخير لحضرتك، تفتكر رؤية حضرتك للمستقبل، هل هنلاقي شبكات اجتماعية عربية زي واتويت تطلع للنور، ولا الصعوبات هتقلل من وجود مواقع عربية خالصة يعني؟ رؤية حضرتك للمستقبل، تفتكر إن هنلاقي في المستقبل مواقع شبكات اجتماعية عربية زي واتويت، ولا هيقل في العدد نتيجة للتحديات اللي بيواجهوها؟ أنا أعتقد بمجرد ما بيرتفع عدد الناس اللي موصولين على الانترنت، مجرد ما بيرتفع البرودباند بنتريشن، طبيعة الناس اللي موجودين على الانترنت في الوطن العربي حيختلف. حيكون اللغة يعني عبارة عن بارير أو حاجز أكبر. حيكون الثقافة حاجز أكبر. حيكون عموما طبيعة المحتوى حيشكل إنه حيشكل في طلب لمحتوى أكثر عربي. أتصور في الآخر يعني إنه في مجال لكتير شبكات اجتماعية زي واتويت وغيرها، إنه في خلال مثلا 3-4 سنين جايين انه يكون عليهم طلب كثير عالي. اوكي. عم نشوف هذا الشيء مثلا في دول مثل الصين هلا او كوريا او حتى في شرق اوروبا وفي الهند، انه مجرد ما عم بيرتفع عدد الموصولين على الانترنت عم بيزيد الحواجز بالنسبه لهم، فبالتالي بصير في حاجه لعملية localization أو عملية إيجاد محتوى محلي وعلاقات محلية وحوارات محلية. أوكي. بنشكر حضرتك جدا على الحوار الشيق.